كابتن احمد، عايز ارجعك تاني للمباراه واسالك على مستوى احمد عبد القادر. احمد عبد القادر النهارده ما كانش في مستوى جيد، في مباراه الوداد ما كانش في مستوى جيد، وبدا يحط جنب اسمه علامات استفهام. هل انت فعلا لاعب كبير ورائع، ولا لاعب تقدر تتحمل المباريات البسيطه لكن في المباريات الكبيره ممكن تختلف؟ خلينا نقول ان عبد القادر خامه كويسه ولاعب جيد، ولكن لازم احط تحت ده مليون خط. انا لاعب جيد مباراتين ثلاثة أربعة موسم وخلاص، ولا انا عاوز ايه؟ اللعيب النجم هو اللي عنده استمراريه. انا مش شرط اخد منك 90% مبارياتين، انا ممكن اخد منك 60% 20 مباراه ورا بعض، بس ده هيبقى التارجت بتاعك طول الموسم. بس ما ينفعش اخد منك 90 في ماتش و20 في ماتش، 80 في ماتش 30 في ماتش. ده اللي اللعيب لازم يعرفه، واللعيب لازم يبقى يقعد مع نفسه ويفكر ويقيم نفسه دايما باستمرار، لان انت بتلعب في كيان كبير وانت بتقيم كل يوم. والنهارده بتلعب ماتش وبعد بكره عندك ماتش، وانت احنا خلاص نسينا النهارده وهنفتكر اللي جاي بعد كده. فلازم تعمل رصيد، انت لسه لعيب طالع وخدت الفرصه، واعتقد انك خدت فرصه بشكل كويس، لازم عندك رصيد اكبر واكتر من كده عشان تبني عليه الفتره الجايه. طيب من الاسماء، اتفضل يا كابتن جمال. طبعا على فكره احنا اللي بنبقى غلطانين في الموضوع، بنستعجل. بنأفور. بنأفور جدا في اللولبي والعالمي والفزه مش عارف ايه. يعني انا مش يعني ما اعرفش، مش عايز اقارن بين اجيال، بس يعني اللي احنا بنشوفه بعيد تماما على اللي احنا بنسمعه. يعني انت بتسمع حاجات عن لعيبه في السوشيال ميديا وكده، وبعدين تتفرج بقى عليه على ارض الواقع. أيوة، مش بتكلم على بادر، انا فاهم بشكل عام. على فكره بالمناسبه زي الاربعه شباب اللي لعبوا النهارده الزمالك، حمدون اللي هم مبشرين بالظبط، بس ما بنقولش ان هم خلاص بقوا لعيبه عظيمه. وبرده عايز افهم الناس ان دول مش لعيبه ناشئين يا جماعه. أيوة. ده لعيبه. أيوة عندها 22 سنه و21 سنه. كنا لسه بنتكلم في احنا لعبنا 18 سنه 18 و19 سنه. ده جابي من اكبر المواهب في اوروبا دلوقتي. بيلعب في برشلونه عنده 17 سنه، بيبي كان هداف الدوري الفرنسي وعنده 18 جمال سنه. جمال لعب منتخب مصر 18 سنه. جمال انا لعبت اساسي النادي الاهلي 18 سنه. وميدو واحمد فتحي بالظبط. كتير كتير جدا. هو ده كان الطبيعي. ان انت خلاص 18 19 سنه خلاص بحط رجلي مع الفريق الاول. 20 21 ده انا لعيب اساسي. هرجع لحاله يعني اكمل على كلام كابتن جمال. اول ما جه كيروش ولعب عمر مرموش. أيوة. اول مباراه ليبيا كل الكلام ان مرموش طبعا يعني هو لعيب كويس وكل حاجه، ولكن ما ينفعش من ولد يجي اول مباراه واطلع بيه يعني بالظبط يعني الدنيا كسر الدنيا كلها. عمر مرموش لحد دلوقتي هو بيلعب عشان مباراه ليبيا، بس ما اداش المنتخب حاجه. انا هقول لك المفاجاه ده وقتها قال لك انه عمر مرموش مفيد في ناس يعني. بعيد عنك يعني ناس يعني. انا كمان مرموش اهم في المنتخب من محمد صلاح. انا بقول لك الافوره عمر هو ده اللي انا بقوله. بعد مباراه ليبيا هو لاعب كبير ورائع ومباشر وكل حاجه، بس الميديا بتدي صوره غير الحقيقه. بالظبط. الحقيقه عشان تتكون محتاجه وقت طويل. وقت كبير. النجوم اللي شفناهم زمان وجيل واجيال كتير يعني حفرت اسمها من ماتشات كتير وبطولات كتير. مش موسم ولا ماتشين ولا كتير، ولكن الميديا والسوشيال ميديا والانتشار السريع اللي بقى يحصل دلوقتي، وان كل واحد عنده شاشه يقدر يطلع يتكلم ويقول على سين وصاد وعين، بتدي تقييمات غير حقيقيه. كابتن احمد النهارده الناس لازم تهدى شويه. صح. تهدى النهاردة شويه. النهارده كنت حريص جدا وانا بتكلم عشان ده مصلحه الكوره المصريه. مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الزمالك ومصلحه اللعيب نفسه. مصلحه اللعيب نفسه. ايوه. عشان يبقى حتى التقييم وانا بجدد للعيب يبقى تقييم حقيقي، وانا بقيم اللعيبه يبقى تقييم حقيقي، والجمهور بيقيم اللعيبه تقييم حقيقي. انما عدم التقييم الحقيقي هو ده اللي بيخلي الاثار اللي احنا شايفينها دلوقتي.